نباتات لا تعرف الموت. النباتات هذا يا جماعة أي حد مبتدئ في الزراعة لسه جديد أو ما عندكش وقت للعناية، بتسافر بتروح بتيجي ومش عايز تسقي ولا تسمد وبتاع، نباتات ما بتموتش. نشوفها مع بعض، بنصح أي حد جديد في الزراعة يقدر يزرعها، لا هيتعبه ولا هتموت ولا هيعاني. هذه اسمها البفتة الوانكا، كلنا عارفينها. النبات هذا من أكتر النباتات اللي ما بتموتش. عندنا اليوكا، الأقاف، اليوكا هذه اللي ما بتزرع قدام البيوت وشكلها جميل جدا. عندنا الزبرينة الفضية، هذه كلها نباتات لا تموت، نباتات ما بتموتش. السنسفيريا، كلنا عارفين السنسفيريا، جلد النمر، جلد التعبان. المكحلة، ابن عينها هذا نوع من المكحلة. شكرا يا ميمو، هذا نوع ثاني من المكحلة. الزنبق، الأبصال، الأبصال الزنبق اللي بتطلع ريحة جميلة جدا في فصل الصيف. وأي أنواع كاكتوس أو صباريات من هذا الشكل، كلنا عارفين هذا اللي هو زي الدراجون فروت والحاجات هذه. رجلة الصبار، دمعة الطفل. وعندنا أي نوع كلانشو والإيفوربيا، الإيفوربيا شوكة المسيح، كلنا عارفينها. وعندنا هنا الشيفليرا، من الحاجات اللي برضو ممكن اقعد يعني اقول لكم اسبوعين ما بتاخدش ميه وعادي. الكوكتوس اللي قلنا عليه زي الكرباج والحاجات هذه، تمام. الزلب، وعندك ايش كمان هنا اللي هو التمر، النخل، البلح، هذا من الحاجات اللذيذة جدا اللي ممكن لو بنعرفش نزرع خالص او مش عايزين عناية نزرع التمر ويكبر معانا، وهذا اي نوع كلانشو. وهنا النرجس، النرجس والزنبق، هدول بحبهم جدا ان احنا نزرعهم. وعندنا هنا اللي عايز يزرع شجر المورينجا والتوت، من اكتر حاجات اللي ما بتحتاجش برضو عناية، المورينجا والتوت زي كده. وعندنا في النهاية هذا التوت طبعا يا جماعة، الوايلد بيري اللي هو التوت البري اللي شبه الفراولة ومتسلق، انصحكم بيه جدا وما بيتعبش. وعندنا في الاخر هنا بصوا يا جماعة هذا ايش، هذا اللي هو العطرة واللقلقي والجيرانيوم الخبيزة، الثلاثة نقدر برضو نزرعهم نفس الطريقة، ما فيش اي اهتمام. وهذه اسمها السعد المظلي، شجرة المظلة، رائعة جدا يا جماعة. هذه بتقطع واحدة وبتقلبها كده، بتقص كل اللي فوق وبتحطها في شوية مية، بالعكس بتلاقي الجذور طلعت من هنا وبتتزرع بالطريقة هذه، برضو عمرها ما بتحتاجش مية ولا اي عناية. حبيت امس عليك واقولكم اغلب اللي وريتهم لكم هدول نباتات اللي ما عندوش وقت للزراعة، مش فاضي خالص يعاني وكده، وعايز ورد يفضل عنده شجر يبقى دايما مخضر وكده يزرع الحاجات هذه، او لسه جديد ومبتدئ في الزراعه نقدر نزرع هدول، مش هيموتوا معاك وهتفرح جدا ان في عنا اشجار حلوه وما تموتش وتفضل طول السنه بقى شغاله معانا بدون اي رعايه، او لسه مبتدئ وعايز تبدا في الزراعه هيعجبك الموضوع جدا لو بدانا بشويه الزراعه هدول. والسلام، ختام ازرعوهم. مساء الورد.